مجلس الأخير بورسعيد لمدة 5 سنين. قرار مجلس الأرض الأهلي إنه ما لعبش في بورسعيد لمدة 5 سنين. لكن لو إحنا الأهلي لعب الأهلي لعب النصر الموسم الجاي يلعب مع النصر مفيش مشكلة خالص، يلعب في اسكندرية، يلعب في أي حتة وبدون جمهور لحد ما المشكلة دي تخلص من الأرض. كلنا مصريين، كلنا عايزين نتقدم، لن نتنازل عن حقوق الشهداء ولادنا بورسعيد. حدث مروع، كارثة لابد من التعامل معها بحساسية شديدة. الجمهور بتاعنا لابد أن يراعى في هذا الموضوع. نلعب المباراتين في الموسم القادم مجموعة واحدة، ما عندناش مشكلة خالص. احنا نخترق مشاكل، احنا عايزين نحل مشاكل. عايزين الكرة في مصر بقى تبقى كرة بجد، ما نقعدش كل كاس عالم نتفرج عليه واحنا في حسرة من اللي بيحصل. احنا ببساطة شديدة نقدر نبقى في كل كؤوس العالم القادمة ان شاء الله.